بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بيكم في تكنو بسكول. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن يعني إيه نجز أو بوك على الفيسبوك. بعد ما عملنا الموضوع بتاع حل مشكلة تعذر الاتصال بالخادم وبيطلع لك رسالة إن أنت ممنوع من النجز أو إن أنت تعمل بوك، طبعا في ناس كتير كانت بتسأل أصلا يعني إيه نجز، يعني ما تعرفش يعني إيه نجز أو إنك تعمل بوك. لو انت الحساب بتاعك باللغه العربيه هتلاقي لو انت دخلت على اي حد من الاصدقاء وجيت هنا كده على الثلاث نقط دول لو ضغطت هتلاقي عندك حاجه اسمها بوك، ولو الحساب بتاعك باللغه العربيه هتضغط برضو على الثلاث نقط هتلاقي هنا نكز. يعني ايه نكز؟ او هنصحح مفهوم خطا منتشر جدا عند معظم الناس عن النكز. بكل بساطه يا شباب، النكز ده انك تنكس حد او تعمل بوك لاي حد على الفيسبوك كانك بتقول له صباح الخير يا حاج، مساء الفل يا معلم، وملوش اي استخدام غير كده ان انت بتلفت انتباه الشخص اللي قدامك عنك. يعني يا عم نحن هنا، يا عم عبرنا مثلا، يا عم مثلا انا بسأل عليك، انا بعاتبك كده، لكن ملوش اي استخدام اخر. وده طبعا اللي قاله اداره الفيسبوك نفسها. النكس ده قالك النكس هو معمول للفت الانتباه فقط، او انك زي بالبلدي يعني انك بتصبع على حد، ازيك يا حاج، صباح الفل يا معلم، انت ناسيني ليه، الكلام ده. ده الجزء الاول. بعمل نكس زي ما قلنا، بتدخل على اي حد من الاصدقاء وبتضغط على الثلاث نقط اللي موجودين جنب المسج لو الفيسبوك باللغه العربيه وبتضغط هنا، وبعدين بتضغط على بوك لو باللغه الانجليزيه، او كلمه نكس لو باللغه العربيه. طيب ايه الحاجات الشائعه عن النكز اللي الناس كلها بتستخدمها في الفيسبوك وهي خاطئه اصلا؟ بعض الناس لما بيحصل له حظر جزئي. يعني ايه حظر جزئي؟ يعني يقدر يدخل على الفيسبوك بشكل عادي ولكن ما يقدرش يستخدم كل صلاحياته على الفيسبوك. يعني انت على الفيسبوك تقدر تعمل تعليق، تعمل بوست، تعمل لايك، تعمل شير، تضيف صديق. بعض الناس بيبقى عندهم حظر جزئي، يعني ما يقدرش يعمل حاجه من ضمن الحاجات دي. يعني انا ادخل على الفيسبوك مثلا اعمل كومنت عادي، اعلق عادي، اعمل لايك وشير، بس ما اقدرش اضيف اصدقاء. ليه؟ لان انا مثلا تعديت سياسه الفيسبوك في اضافه الاصدقاء. يعني مثلا الفيسبوك يقول ما تضيفش اكتر من 10 اصدقاء في اليوم، انت ضيفت 900 صديق في اليوم. ما هو اكيد الفيسبوك لازم يعمل عليك عقوبه او عقاب، اللي هو بيعمل لك حظر من اضافه الاصدقاء مثلا لمده 15 يوم او شهر. فيجي بعض الناس بيتخيل ان النكز بيطلب من الناس يعمل بوست كده، يطلب من الناس يا جماعه انا حسابي فيه حظر جزئي، اعملوا لي نكز او اعملوا لي بوك. هو متخيل، وده شائع جدا عند معظم مستخدمين الفيسبوك. هو كده فاكر انه من، يعني لو انت عملت له مثلا 100 نكز ولا 200 نكز انه كده هيفك الحظر على مثلا اضافه الاصدقاء، وده طبعا كلام عالي تماما من الصحه ومش موجود. يعني لو انت عملت مليون نكز على حساب فيه مشكله ما، او الفيسبوك موقف خاصيه فيه زي التعليق او اللايك او او او، مش هيتفك الحظر الخاص بيه الا بعد المده اللي الفيسبوك حددها. ده تاني حاجة. فاحنا بس عملنا الفيديو ده عشان نقول للناس يعني ايه نجز. وبكل بساطة هتضغط هنا وتضغط على بوك او نجز باللغة العربية، اهو بيجي لك رسالة يو بوكد فلان، او انت نكست فلان. نكست يعني ايه؟ بتناغشه كده بالبلدي، بتصب عليه، بتقول له عم انا هنا انت بتسألش عليا ليه. ده الاستخدام الوحيد بتاعه. لكن النجز ما بيفكش حظر على اي حاجة من خصائص الفيسبوك. ويا رب يكون الموضوع وصل للناس كلها، واتمنى ان الناس تكون وصلها يعني ايه نجز. لو ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه عم الحاج، وفعل زر الجرس عشان اللي احنا بنقوله يوصلك. ده لو انت عايز يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.